الرابع من فبراير من كل عام يوم عالمي لمكافحة السرطان، لتسليط الأضواء على المعاناة التي يعانيها المرضى وإحياء للذكرى. فقد تطوع طلاب من جامعة تعز للعيش يوما بوسط المرضى الأطفال وإدخال السرور عليهم واللعب معهم وإجراء المسابقات ودعمهم نفسيا. المرضى هذون يعانوا وما يلاقوش دعم وما يلاقوش حد يسمعهم، فاضطرين نحن نعمل خيري عمل خيري للقسم كامل. هي إطلالة متواضعة قمنا بها طلاب المالية المصرفية الدفعة 17 لأجل كي تعز. زيارتنا اليوم هي أتت هي أقل ما يمكن أن نقدمه إليهم هؤلاء الأطفال لنشعرهم بأن ألمهم وألمنا وقلوبنا معهم، ونقدم ونترك بصمة في جامعة تعز. كما زار المرضى اليوم وبهذه المناسبة مسؤولي السلطة المحلية بتعز إلى مركز الأمل، واطلعوا على مدى المعاناة التي يعانيها المرضى والتكاليف الباهظة التي يتحملها المركز، خاصة في ظل الحصار والحرب وتوقف المساعدات والدعم الحكومي ونزوح المركز إلى مقره البديل بعدما تضرر المقر الرئيسي. مرضى السرطان اليوم يعيشون معاناة فوق معاناة، إضافة إلى معاناة محافظة تعز فهم من سكانها، إضافة إلى الظروف المعيشية فهم أيضا موجودين في 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 هذه الحياة في هذه المدينة، إضافة إلى الآلام، إضافة إلى ما يعانوه من 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 ظروف تحتاج إلى إمكانيات كبيرة في الدواء. ينقطع الدواء اليوم علينا وننتظره أسابيع، تمر مواعيد الجرعة الكيماوية فتنتكس حالات. مرضى السرطان هم كغيرهم من المرضى المتواجدين في المجتمع، بل أن الألم الذي يعانون منه وارتفاع أسعار الخدمات الطبية وبالذات الأدوية والإشعاع الكيميائي والاستقصاءات المخبرية هي من أغلى الخدمات الطبية التي يقدمها القطاع الصحي، ليس في بلدنا وحسب ولكن في جميع دول العالم. معروف أن قطاع مرضى السرطان في القطاع الصحي هو من أغلى الخدمات التي تقدم. 966 مريضا توفوا خلال فترة الحرب، وأكثر من 6000 مريض يقدم لهم المركز الخدمات من محافظة تعز والمحافظات المجاورة. ونداء استغاثة يطلقها مدير المركز لكل الجهات الرسمية ومركز الملك سلمان وكل المنظمات المحلية والدولية لإنقاذ مرضى السرطان من الموت المحقق وعدم تعريضهم للانتكاس بعد الجهد الذي بذل خلال 3 سنوات من الحرب والمجاورة.